شحال نقول لك، هذا موضوع عادي وخاصو يكون اصلا بالنسبه للفوائد اللي كنسمعوا على هذه العشبه هذه. نورمالمون شكون في نصوبوا منا التجميل وهذا الشيء ديال اللي هضرتي عليه. خويا انا ما مصافقش في هذه القضيه هذه، خصوصا مع هذه النبته هذه القنب الهندي، عندها شويه الاضرار. خو هي ما غير مرخص لها وكتشوف السيلك ديالها الكثير، و الا مشات ترخصات غيكون السيلك غيزيد يتضرب. قول لك السيلك الاول غيتضرب واحد 3 ولا 4 المرات. حنا كشعب مغربي واحد 90% اللي غتلقاهم ما مصافقينش على هذه القضيه، خصوصا على الاجيال اللي ولاو دابا فهمتيني اي حاجه كيتعاطاو لها هي تقدر تكون واحد الاستعمال ديال 10% من معدل 100%، غتبقى واحد 90% ديال الاخرى ديال الاستعمال ديال كما كنقولوا حنا الغير المعاقلان ولا بين قوسين. لا راك كاع الشعب المغربي عارف علاش، الا تترخص غنولوا نشوفوا الشعب المغربي كله اللي مبوق، ما عندهم حتى واحد ما غتلقى له وعي ديال هي مكرهتو شي يتباع في الحانوت هذاك بحال سيرفيطات. دابا بحال دابا غتاخذ دابا كارو ب 30 ريال تاخذ كيف ب 30 ريال فهمتي الرابطه، راه الكيف راه زوين فهمتي، راه كيهد الاعصاب فهمتي، ماده التخدير ولا شي حاجه فهمتي كتخليك بونيطه. الراي ديالي انا كصيب في الشمال ديال المغرب، هذا هو الراي ديالي انا، ما خصش ان الى بطل الاراضي البوريه راه كيضاعف المنتوج ديال المواد الغذائيه، راه الى ولا كيتزرع في الاراضي ديال الداخليه مثلا في الغرب راه كيضاعف كيضاعف المواد الغذائيه، المنتج ديال المواد الغذائيه كيضاعف وكيضاعف المنتج ديال السدود، راه كيولي رخصه، راه الى عطاتو رخصه الى الدوله الى عطات رخصه راه ما كيبقى يسوى والو ديك الساعه، واخا يتباع في الفارماسي راه ما كيسوى والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.